نكشة مخ مع نديم. بحلقة اليوم من نكشة مخ حكي راجي مع رشيد. رشيد من بنغلاديش وراجي بده إياه يعلمه اللغة البنغالية. خلينا نسمع. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد رشيد أحكي معه إذا ممكن. تفضل. أنا رشيد. كيف حالك؟ بيحكي معك راجب طلعت من طرف السيد هاني الثلجي. أهلا وسهلا. كيف الأحوال؟ إن شاء الله بخير. والله تمام، نشكر الله. في الحقيقة إحنا في عنا رحلة إن شاء الله إلى بنغلاديش، بدنا نفتح محلات هنا ألبس إن شاء الله. حابين نعرف عن طبيعة البلد واللغة أيضا، نعرف شوية لغة يعني على أساس نعرف نتفاهم يعني. نعم والله، إذا ممكن تقدر بيشوف بعدين يكون أحسن بدل التليفونني. نعم، حضرتك أردني؟ لا أنا بنغلاديش. نعم. بس أنت بقدر بيشوفني وأنت بقدر بيشوفك. مين بده يشوفه؟ إيش ما فهمتش؟ يعني مش لازم يكون بيشوفك وإشي عشان بيفهمك ومش عارف إيش. هو مين؟ أنا وياك. أنا عندي بس شغلة واحدة، أنا الليلة مسافر. نازل دبي، بغيب يومين بالضبط. طيب أوكي، مش مشكلة. يعني مثلا بعد ما برجع من دبي. أنت مسافر كمان؟ لا، يعني حضرتك بعد ما برجع من دبي. في اختطاف لرجال الأعمال هناك؟ هلا هناك زي هيك، يعني ما فيش أي مشكلة. يعني إذا واحد ممكن بيجي من الأمريكا وتمشي عشارة، يعني ما فيش خوف، ما فيش أي مشكلة كون. هل هنالك عنصرية بين البنغلاديشي وغير البنغلاديشي؟ والله في الصينيين وفي على سريلانكا. هسا هي البنغلاديش محاطة بالهند من كل الجهات إلا من جهة واحدة. احنا قبل البورما. كديش تقريبا؟ يعني احنا وبورما حدود تبان، يعني احنا تبان قبل البورما، مش يعني على الهند. يعني حضرتك تعرف على كالكوتا. كالكوتا بعد الكالكوتا مباشر بنغلاديش. كالكوتا لحاله بيزي فوق الممكن 100 مليون هيك شيء. هي سميت كالكوتا انه كالكوتا يعني او كالكلب بهذه الطريقه ولا يعني كالكوتا لغه الهندي ولغه البنغالي بيجي يعني بلاك دوغ. بلاك دوغ. بلاك دوغ. بلاك دوغ يعني كالكلب الاسود. نعم كلب الاسود. هم مسمينها كالكوتا. هذا سمي كالكوتا يعني عشان ممكن بعد ما كهشوا البريطانيين ممكن دفنوا هناك، قتلوا هناك، عشان هيك بيسمي كالكوتا. ممكن دفنوا قطط هناك. نعم. هل تعلم انه بنغلاديش هي 39 قدم فوق البحر جاي؟ احنا فوق البحر. نعم. تخيل انه اذا ارتفع البحر متر واحد نص بنغلاديش بتطير. طبعا مزبوط كلامك. هسه مش مخيفة هاي الشغلة اروح هناك انا مثلا؟ والله حادث اشي زي هيك يرتفع يعني البحر متر واحد راحت نص بنغلاديش بنطير. لا مش بيش. شو بتاكله هناك؟ هناك يعني اكثر شيء باكل يعني رز، اللي هو الرز والكاري. رز الكاري هذا هو رئيسي. وتتمتع بنغلاديش بالغاز الطبيعي؟ نعم. مشكله هاي ولا شيء كويس هذا؟ لا هذا شيء كويس، يعني ما في اي مشكله. بس مشكله يعني مثلا يعني بتصور الخاص حينما يكون الرز والكاري هو الاكل الوجبه الرئيسيه اكيد راح تتمتع بالغاز الطبيعي. يعني ايش رايك في الموضوع بشكل ملخص؟ الخصوص. نعم خصوص ايش يعني؟ يعني مرتاح للموضوع هذا؟ في صوت نسناس. نعم. بالنسبة للزي الرسمي الموجود هناك، هل صحيح أن الرجال يلبسون التنانير الطويلة؟ لا يعني إذا اسمه شيء ممكن في شيء حكيت باقي شيء غلط يعني. لا طبعا يعني هناك يعني ما في شيء يكون. أنا هذا اللي وصلني أن الرجال يلبسون التنانير الطويلة. لا ما في منه هذا، بنطلونات عادية. يعني كرجل عربي لو لبست لي تنورة قصيرة ونزلت في المطار مثلا بعمل ضجة. نعم. أنا من متابعين للأفلام الهندية بشكل عام. نعم. كنت أتابعهم. بتصور بنغلاديش قريبة على الهند في الأفلام لأنه ينتجوا أفلام كثيرة في السنة. مزبوط. نعم. ويميز الأفلام هذه الهندية، أنا بحب أتفرج دائما الرجل يلاحق المرأة. هي بتثقل عليه هو بيلاحقها. لا هند وبنغلاديش يعني تقريبا نفس الشيء بس تختلف. أي في صوت نسناس. يعني في يكون يعني كيف يعني حضرتك شفت الفيلم الهندية يعني تقريبا نفس الشيء. من متابعتي للأفلام البنغلاديشية والأفلام الهندية بشكل عام. المرأة عفوا تثقل على الرجل وهو يغني لها دائما بأغنية بتكون هي فوق الشجرة. مزبوط. وهو بيكون واقف تحت وعامل قاعد علي بومبا بالطريقة هذه وهي بترد عليه إيرو إنه ما بدها. نعم. وبالآخر بيضبطها بالأغنية.
نعم نعم مزبوط. ما رأي رشيد في هذا الموضوع؟ نعم مزبوط. ما رأيك في هذا الموضوع؟ المهم يعني حضرتك إن بعد 3 شهور يعني تطلع لبنغلاديش مش هيك؟ تطلع لبنغلاديش نعم. هذا هو مع الأمم المتحدة. مع مين؟ مع الأمم المتحدة الأمريكيين أو؟ لا أنا مع الأمم المتفككة أنا. هي شركة خاصة تتخصص في الملابس الآن. نعم. بدنا ندخل في الملابس الداخلية. نعم. الملابس الداخلية للرجال والنساء. بألوان فاقعة. نعم نعم. الأردن تفتقر إلى الملابس الداخلية بالألوان الفاقعة. نعم. إذا بطلع هذه الملابس الداخلية الموجودة في الأردن للرجال والنساء بألوان باهتة. نعم نعم. نريد أن ندخل الألوان مثل اللون الفسفوري الألوان اللي بتفقع. نعم. قديش بكلف هذا الموضوع؟ يعني حضرتك بدك تفتح هناك شيء أو؟ بدي أفتح رأس واحد. رأس واحد. نعم. وإحنا نريد أن نتخصص في الملابس الداخلية والجرابات. بسيط. تتميز بنغلاديش بالجرابات، الصناعة الجرابات عندها فظيعة. بس يعني تختلفون على الجرابات، يعني عندكم يعني برد كثير بس عندنا مش يعني برد شديد. تحكي أنت جرابات صيفية، هل تقصد الجرابات الشفافة؟ لا يعني في ناس طبعا يعني بيزنس مان، يعني if you want to see somewhere there is have so many factories so can you talk to with the manager so we can understand you no problem so we can deal with them easily. What sorry? So we can deal with them easily. The people there can get them in a duel. في صوت نسناس حواليك، في صوت طائر أو حيوان أليف؟ عصافير. عصافير نعم. نعم. حضرتك وين موقعك؟ على دول رابع. في عصافير كثير هناك في المنطقة؟ في يعني كل شجار عشان هيك. نعم لأنه صوت جميل، مؤثرات صوتية كأني بسمع قاعد، جميل جدا. والله. نعم. أستاذي كيف نتصرف الآن بعد هذه المحادثة الرهيبة اللي صارت بيناتنا؟ إيش ما هي تطلعاتك الآن، رؤيتك إلى اللي حنعمله إن شاء الله؟ Thank you. لا سؤال كان. تفضل. سؤالي ما هي تطلعات الآن للتعاون بين الدولتين على سبيل المثال؟ يعني عم نحاول إحنا أن نمطد العلاقات بين الأردن وبنغلاديش عن طريق الملابس. هل تنصحني أن نجيب الملابس الداخلية من هناك؟ بصير. الخارجية؟ داخلي وخارجي كل شيء. هل صحيح أن الموسيقى البنغلاديشية تعتمد على الكلمات أكثر من الاعتماد على الآلات الموسيقية أم هي إشاعة؟ هاي هو يعني تقريبا نفس الموسيقى، هذا هو للموسيقى الهنديين يعني نفس الشيء. الموسيقى سؤالي الهندي. ليش بتقلدوا الهنود؟ كيف يعني؟ سألتك أكثر من سؤال بتقول لي زي الهند زي الهند زي الهند. لماذا لا تخترعوا شيء بنغلاديشي 100%؟ عشان يعني بنغلاديش وهند كان دولة واحد زمان، وبعد حتى باكستان كمان هم كانوا دولة واحدة؟ كان دولة واحدة باكستان بنغلاديش وهند. لا تصدمني وتقول لي فرقهم الاستعمار. لكن كان كله دولة واحد. الرجال البنغلاديشيين بشكل عام نسوانجية أم عادي؟ والله هيك وهيك. هيك وهيك زيهم يعني، نقارنهم بالعرب على سبيل المثال بالأردنيين. نفس الأردنيين بيحبوا النسوان يعني مش كله طبعا، يعني كيف على أصبع يعني نفس الطول. يعني على سبيل المثال نسبة وتناسب كدراسة عملت في الأردن 99.8% من الأردنيين بيحبوا النساء، يعني أو خلينا نقول ومن هايزر نسوانجية. بس بنغلاديش يعني عقل منهم، يعني خلينا نقول 90%. لا عقل عقل عقل. تفضل. رجل في وسامتي رجل في وسامتي والكاريزما الرهيبة الموجودة عندي، إذا وصلت على بنغلاديش ممكن أعمل ضجة؟ لا. أو هل سيتأثر النساء البنغلاديشيات بهذه الوسامة والطول العنيف؟ لا لا لا، لأني أنا أخاف، أنا متزوج من امطلعت، وامطلعت خلينا نقول بتغير علي وما بتحبش أنه النساء يتفرجوا علي. لا لا لا، ولكن أتيت بهذه الوسامة الخلاقة والعينين اللي هو كل عين قد حبة سمكة. لا 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 لا. والشلاطيف الإليساوية القريبة على إليسا، شلاطيف إليسا. هل تتابع المطربات العربيات؟ نعم. أخي سؤال. فضل. هل تتابع الفيديو كليبس العربية؟ هناك؟ لا. هنا في الوطن العربي. الوطن العربي هذا عرب، بس عندنا بنغلاديش ما في فيديو كليب للعربية. لا. بحكي هنا، انت صار لك 11 سنه تقريبا هنا. لا انا 18 سنه هون. 18 سنه نعم العمر كله. هل تتابع الفيديو كليبس العربيه على القنوات العربيه؟ والله اولا يعني هناك اذا ما بفهم اللغه العربيه يعني عشان هيك القنوات العربيه ولا حدا بيفرج هناك.
سؤالي كان في العقبة، جوابك كان في الشونة. السؤال اللي سألته أجيب عليه بطريقة مختلفة، كأنه في حد ثالث قاعد بيسأل. اللي قصدي عليه، هل حضرتك كرشيد تتابع الفيديو كليب العربي في وطننا العربي؟ الفيديو كليب العربي في وطننا العربي. الوطن العربي، أوكي. نعم، هذا السؤال خلاص. هذا هو يعني، ما هذا يعني عندنا، ما هذا بيفرز، هذا هو يعني الفيديو كليب العربي. السؤال، هل يتابع رشيد الفيديو كليب العربي في الأردن؟ والله حتى التلفزيون يعني أنا عندي حتى ستلايت، يعني أنا ما بفرز. عشان إيش يعني؟ مقصر يعني. إذا حلا بنزل أي قنوات عندي، يعني أنا حياتي يكون إيش، ما بدخل غير جزيرة عشان أخبر، بس عشان تكبر، عشان أخبر. أنا بدخل الجزيرة غير هيك يعني، حتى عربي أنا ما بشوف. ما بتفرج على إليسا؟ لا لا لا، ما بفرج. ولا نانسي عجرف؟ لا لا لا، عم بتروح عليك كثير. لما ننسى قالت اللي بيسمع كلمة أمه شو من كله سافل سافل. يجب أن نتابع الحدث، وإحنا لما نقول أخبار لا لا يعني لا تقتصر على الأخبار السياسية. اتجاهي شايفه؟ اتجاه؟ نعم. اتجاه مثل إيش؟ يمين وشمال، جنوب وشرق، طريق المطار. يعني بالاتجاه يعني اللي عم بحاول أوصله، هل إحنا كثقافة شعوب نتمتع بالأسلوب الثقافي للمثقوفة نفسها كمثقفين عرب أو غير عرب؟ لأنه بالآخر إحنا كنا إخوة في العالم. نعم طبعا. ما هو الفرق بين الأسمر والأبيض؟ نعم. الأصفر والأحمر. الطويل والقصير. نعم. اللي بيفرق لك إيش؟ نعم. لا سؤال، في صوت نسانيس حواليك؟ لا لا لا، غير عصافير ما فيش. نعم. هاي العصفور قاعد بجاوبني. والله ممكن العصفور إذا مش فوق الشجر. هل تجد الرجال العرب خائنين لزوجاتهم؟ أنا ما بقدر بحدد لك الحكي هاي، يعني أنا ما شفته كون إيش. هل المرأة العربية مضطهدة في عالمنا العربي؟ طبعا. لماذا؟ لماذا؟ يعني أولا يعني أنا أهنا يعني الأسيوين. هل اضطهدت يعني النساء رشيد؟ تفضل. هل اضطهدت النساء؟ مين؟ أنت. أنا؟ أرجوك أنا؟ أرجوك جاوبني بشفافية مطلقة. هل اضطهدت النساء في حياتك؟ طبعا، يعني مين يكون ما بيحبوا النساء؟ بعرفش إذا أنا جبت أي سيرة عن الحب. لا يعني أنا كمان حبيت النساء طبعا. بسألك أنا هسا، هل 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 نعم. وحينما أقول هل أعني بكيف؟ لا يعني أنا بقدر بحدد يعني يكون النساء العربيين جميلا، بس أنت بتحب الجمال. جميل جميل. والميز؟ لا لا كل طبعا. لابد، إحنا كنا في الآخر بشر. المناظر الغير طبيعية اللي بنشوفها في الشوارع الأردنية في الفترة الحالية مع ظهور الصيف وانتشار الطميطاب، فهل رشيد يغض البصر حينما ينظر إلى منظر خلاعي في الشارع مكة أو في شارع المدينة؟ طبعا. تغض البصر بعد كم نظرة أستاذ رشيد؟ بعد ما عينيك يطلع من محلهن، حينما تمر امرأة تتمتع بجمال مطلق؟ هل تنظر النظرة الأولى ثم تغض بصرك، أم تنظر النظرة الأولى والنظرة الأولى بتعلق معك ساعة؟ طبعا. لا هذا هل تعلق؟ هل يعلق رشيد؟ يعني في دين النظر. هل يعلق رشيد؟ هل يقول أبيه؟ أستاذي، إذا المشكلة مش في الستات، المشكلة مش في النساء إيش يلبسن، المشكلة في التكاسي. شو هو أكون مشكلة؟ المشكلة في التكاسي. التكاسي أصبحوا في الصيف لا يقفوا لأي مواطن. هذه الشغلة مزعجاني. أنا قعدت بحدود الربع ساعة أوقف تكاسي، سلموا علي هم ماشيين، كانوا بيعرفوني. بيسلموا بينهم ماشيين، ما حدش بيوقف. إيش المهزلة هذه اللي بتصير في شو الموضوع الأساسي كان؟ في عنا مشكلتين حكينا فيهم لحديث الآن. تفضل. مشكلة التكاسي ومشكلة الرجل ومشكلة المرأة ومشكلة الطفل. نعم. إذا أردت أن تحافظ على مجتمع، لا، يجب أن يكون التاكسي فيه جيد. نعم. المرأة جيدة. الرجل جيد والطفل جيد. نعم. شو ظل؟ ظل ما نزل ولا شيء. ظل الكلمة الطيبة. منشوفك على بركة إن شاء الله. طيب أستاذي، بالنسبة للأستاذ هاني الثلجي. نعم. حاب أنه أنا أتصل فيك. لا عادي عادي. لا اسمعني، حاب أني أنا أتصل فيك. أعمل فيك مقلب على التليفون. نديم سراج بيحكي معك من مزاج اف ام، بيعمل فيك نكشة مخ مقلب على التليفون على راديو مزاج اف ام.
نبيل فراج. نديم سراج. نديم فراج. نعم. أوكي. This is a prank. مقلب على التليفون. أوكي. من السيد هاني الثلجي. نعم نعم. تقدر تضحك الآن. والله. وين أستاذ هاني الثلجي؟ هذا هو على الراديو مش هيك؟ على الراديو اكزاكت. راديو اف ام. راديو اف ام. ثانك يو. طيب اوكي. شكرا. لازم نشوفك يومك. ان شاء الله بنتشرف حبيبي. نكشة مخ مع نديم.